مشاهدينا، حلقة جديدة من بلاد طيبة. كل يوم بنسمع جملة التحول الرقمي، والكلام ده احنا بنسمعه بقالنا فترات طويلة، بس فعلا ابتدينا يحصل تحول رقمي بشكل كبير جدا لعدد من مؤسسات الدولة، بشكل كبير الشركات ابتدت تشتغل على الموضوع ده. والحقيقة انه اوائل الشركات اللي ابتدت تشتغل هي الشركات اللي دلوقتي بتحقق انجازات كبيرة، ومش بس كده بل بالعكس بتساعد الشركات الاخرى في انها كمان تحقق نفس الانجاز. وقد يكون في منافسة، لكن في الحقيقة وفي واقع الامر الكل يدرك انه كلنا لازم نتحرك بخطى ثابتة كده بشكل متوازي علشان نحقق فكره انه نتحول فعلا رقميا. لانه دلوقتي مش بس بقينا بنتحول رقميا، لا دلوقتي بقى في حاجه اسمها AI، وبقى في حاجه اسمها AI متطور، وفي تكنولوجيا وروبوتس بقت بتشتغل في كل مكان، في الشركات وفي الاوتيلات وفي المواصلات وفي كل حاجه. فبالتالي لازم نلحق هذا الركب. وزي ما قلت يعني كنا دايما بنضرب مثال بحكايه الاوتيل، انه ازاي الاوتيل دلوقتي بقى فيه من خلال الكاميرات ازاي يشوفك ويشوف مودك عامل ازاي عشان يحدد العلاقة او هيتعامل معاك ازاي ويخلي الناس تعرف تتعامل معاك ازاي. احنا وصلنا لهذه الدرجة من فكرة البيانات وازاي نحمل بيانات اللي بنبني بيها سياستنا، في سياستنا والاستراتيجيات بتاعتنا في ان انا هشتغل ازاي بقت مهمة جدا. معانا بقى كالعادة اهل العلم واهل الخبرة، يعني مخلي شركته تدرس للاخرين او تساعد الاخرين في ان هم يتحولوا رقميا. الاستاذ محمد فاروق، رئيس لجنه السياحه الالكترونيه بغرفه شركات السياحه، يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، منورنا في بلاد طيبه. الله يخليك يا مدام ريم. تعالى كده نشوف ايه احدث الاخبار السياحيه، ولو ليك اي خبر عجبك نعلق عليه ونبتدي موضوعنا. يلا اتفضل. دايما مع الأخبار السياحية مشاهدينا نشوفها دلوقتي.